ماكاريو 21. اليوم العالمي للعمل، ما بفرجي وجهك انا مباشر، بس بدي احكي معك. باليوم العالمي للعمال في ناس ما بتقعد ما بترتاح، بتشتغل بشغل كتير بتعب. انت شو بتشتغل؟ بتجمع هيدولة بلاستيك؟ ايه. وبتبيعن؟ بيعن. ايه. اليوم عارف انت انه اليوم العالمي للعامل، انت بتعتبر حالك عامل؟ انا ما فرجي على وجهك، ما تستحي، لانه اصلا الشغل مش عيب. انا بدي اقول لك انه يعطيك الف عافيه. انا عالمي. ايه. انت شو بتعمل بس تبيع هيدول؟ عندك حدا مسؤول عنه؟ نعم. شو عندك عائله؟ عندي بي وامي واخواتي. بيك وامك واخواتك؟ انت عم بتعمل هيدا الشغل لتعيشهم؟ نعم. صح. بس انت بتشتغل؟ لا، معي خي كمان. كمان خيك. شو بدي اقول لك؟ بتوفي معك هيدا الشغل؟ الحمد لله. كمان ما في شغل بالورش. ما في شغل. شو كنت قابل انت؟ انت لازم تكون مطرحك بالمدرسة، ما هيك؟ كنت بالمدرسة وقفت قلنا اشتغل بورش، ولا وقفت الورش كمان ما في ورش. بس عم تعمل اي شيء مشان ما تعوز حدا، ما هيك؟ نعم. انا بدي اقول لك الف تحية لك، يعطيك الف عافية. الله يعافيك. وبدي اقول لك يا ريت كتار مثلك يعتمدوا على حالهم. صح. ما يعتمدوا على حدا يساعدهم. نعم. الله يقويك. فإذا هيدا الناس اللي بيوم العامل أو عيد العمال، في أشخاص ما حدا يمكن بيشوفها، أو كتار من الناس بتشوفهم بتبرم وجه عنهم. عامل النفايات هو مفروض يكون أهم حدا بالبلد أو بالعالم، لأنه هيدا العامل لو ما منه كانت النفايات بتاكل كل الناس. يعطيكم العافية ماكاريو 21، بس بدي أحكيكم بالنسبة لليوم. فإذا رح نجرب نحكي مع عمال كمان، هيدولي ما بيرتاحوا. في بلبنان عمال اليوم عم بتعلق على الفيسبوك وعم بتقول انه عيد شو هن عاطلين عن العمل. بالوقت ذاته في اجانب بلبنان عم بيشتغلوا شغل كتير متعب وما بياخدوا فرصة. يعطيك العافية، فيني احكيك؟ كيفك؟ شو بتشتغل انت؟ عم تصوريني؟ لا، كسر. شو بتشتغل؟ بالكسر. انا ماني حتى على وجهك. فيني حتى على وجهك؟ لا. طيب اليوم العالمي عيد العمال. ايه. شو بدك تقول بهيدا اليوم؟ ماشي حال؟ الله يكون بعون العمال. نعم. لانه بالوضع الصعب هذا الله يكون بعونهم. ايه؟ الله يهدي عليهم، لانه وضع، شفت وضع البلد كيف هو؟ نعم. يعني وضع عن جد صعب. يعني ما شو الواحد يحكي، عم يركضوا العمال خص نص، مو المسؤولين والناس الثانيين، بس العام عم يركض بس تلاقي لقمة عيش. انت كيف بتلاقي هون بلبنان اللبنانية اللي هن ما عندهم شغل بالوقت اللي بيشوفوك انت عم تشتغل، كيف بيتطلعوا يعني عليك؟ اخواننا اللبنانية اليوم الله يكون في عونهم. نعم. لبنان جريحة اليوم، جريحة بالوضع. هي لبنان كانت هي باريس الشرق، اليوم وين لبنان؟ كنا نجي من سوريا على لبنان نقعد شهر نروح سفرة نسميها. هلا انت ماشي شغلك هون بلبنان؟ والله يعني ان شاء الله بعدين يدفع على سوريا، يعني ما فيش اليوم صفى وضع سوريا، وضع لبنان واحد، نفس الوضع الاقتصادي، يعني نفس الوضع. حرب. نعم. سلاح هون، حرب جوع. نعم. حربين، حرب سلاح وحرب جوع، هون حرب جوع. نعم. حرب سلاح. الله يكون بالعون. بس انا سالتك سؤال محدد. شو؟ ما في بعض لبنانيين يمكن من وجعهم هن ما عم بيشتغلوا، كل ما يشوفوا حدا من سوريين. ايه؟ من الجنسية السورية عم بيشتغل عم بيتضايقوا، بالوقت اللي هن بيشتغلوا يمكن الشغل اللي عم بيشتغلوا السوري، بس يمكن الأجار هن ما بتوفي معهم. انت شو بتقول لو انت لبناني محلهم؟ الأجار اللي بيشتغل فيه السوري ما بتوفي مع اللبناني. نعم.
ثاني شغلة الشعب اللبناني ما تعود يعني يمكن ما بيطلع بيد يشتغل شغل يعني. بس انت ما بتشوف انه في لبنانيين بلا بيشتغلوا بالبطون وبيشتغلوا بالفاعل وبيشتغلوا بكل شيء؟ والله في مهندسين عم بيشتغل. برأيك لو انت لبناني ومعكوس الآية معكوس الخبرية، انت لبناني كنت بتوفي معك الأجار اللي انت عم تاخده بالوقت اللي بدك تدفع أجار بيت وكهرباء ومئة ألف قصة وقصة؟ اللبناني اليوم بده يفوت على مطعم يونس اليوم واحد ياكل قد راتبي قد مصروفي شهر كامل. يعني لو انت كنت يعني محله ما حتوفي معه. راح الترفيه اللي كان فيه اللبناني اليوم راح ينقص منه، راح يصير يعني بده مثل ما تقولي يدير باله على حاله شوي. على امل ترجع الايام مثل ما كانت واحلى. الله يهدي البال. فاذا شكرا لك. فاذا عمال اشتغل شو ما كان لا تعيش. ماكاريو 21 فيسبوك. ماكاريو 21 فيسبوك. فيسبوك؟ كنت بدي فرجي على موظفين كمان هون. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. يعطيك العافية. يعطيك العافية. كيفك؟ انت اليوم عيد العمال وانت عم تشتغل. شو ما لك فرصة؟ الحمد لله لا أنا فرصة، أنا بالشهر أيام فرصة يعني. بس اليوم يوم اليوم لإلك لازم يكون. بس الحمد لله عم نشتغل وعايش. مرتاح بالشغل؟ الحمد لله كثير إن شاء الله. أنا أحلى من معاملتي والله معلمنا. يعطيك العافية. بس نحن ما عم نصور شي غلط. أوكي بس ممنوع. أوكي الظاهر إنه العمال بهيدا البلد ممنوع حتى يوقفوا لحظة يحكوا مع حدا، لأنه ما فينا نقول إنه عند العرب بالإجمال ما في تسلط وما بعرف كيف، بس يكون عندهم موظف بيكونوا معتبرينه إنه ما لازم ياخد نفس. البعض أو الأغلبية، البعض القليل اللي هو بيعامل الموظف عنده على انه انسان. فاذا انا ما حطول كتير، انا بس كنت بدي فرجي انه في ناس بهيدا اليوم عم تشتغل، في ناس لبنانية قاعدين ما عم يشتغلوا. وجربت اني احكي مع كتار بس ما بدهم يتصوروا لانه ملوا من الحكي. اليوم عيد العمال، في عمال ما حدا بيقدر يشوفهم ولا حدا بيقدر يحس قديه هن شغلهم مهم بالوقت اللي كتار بيقولوا نحنا ما بنشتغل هيدي الشغلة. فإذا على أمل انه ينعاد على العمال بالخير وكل لبناني قاعد بدون شغل من بكره يصير عندك شغل. اليوم كمان الطرقات فاضيه لانه فتنا بقرار التعبئه، الطريق كتير خفيفة والناس قليل. شكرا للمتابعة، يعطيكم ألف عافية.